تعلمين ان ابنك يسوع سيمشي فوق الماء. هل تعلمين ان ابنك الحبيب يخلص الخطاة؟ او تعلمين ان يسوع جاء يمنحنا الفداء؟ ان ابنك الوليد يمنحنا الحياة. هل كنت تعلمين ان ابنك الحنون سيفتح العيون وبيده يهدئ الرياح يأمرها بالسكون؟ أو تعلمين أن له تسجد كل الملائكة وإذ تقابلين هذا وجه الإله؟